نستهل بأرهب الطرقات، حيث وقع صباحة اليوم حادث مرور خطير على الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي تيسنسيلت وتيرت إثر اصطدام سيارة أجرة مع شاحنة محملة بالطماطم. الحادث أسفر عن وفاة شاب لا يتجاوز 25 سنة وإصابة 8 آخرين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات إلى 34 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، أين تم نقلهم إلى مستشفى بلدية تيسمسيلت. محمد أغليش.